يسعد صباحكم مشاهدينا وما كنتم بتتابعونا في هذا النهار الجديد ومشوار صباحي جديد من فلسطين. هذا الصباح لهذا اليوم الاثنين العاشر من آب العام 2015 ومشوارنا متواصل معكم لغاية العاشرة. صباح الخير إليك يا مي، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، صباح الخير يا منى، وتحية صباحية لجميع مشاهدينا. طبعا نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. فلسطين هذا الصباح حتى العاشرة كالعادة، البداية مع صحفتنا المحلية وأبرز ما طلعت هذا الصباح. وطبعا الخبر الأبرز هو استشهاد الشاب من قصنة يوم أمس إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بحجة طبعا تعني مستوطنة. نعم، في فلسطين هذا الصباح مي أيضا نتحدث في محطتنا الأولى طبعا عن صندوق تطوير وإخراج البلديات. موضوع آخر ومن سجهاتنا في غزة، تقارير الميزان أمام لجنة خاصة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما بعد العدوان الأخير في الصيف الماضي. الذكرى السابعة لرحيل سيد الكلمة محمود درويش، أيضا نناقش هذا الموضوع في فلسطين هذا الصباح. مع اقتراب موعد طبعا العام الدراسي الجديد نتحدث عن حملات للمساهمة بشراء الحقائب والقرطاسية للطلبة والطالبات من العائلات طبعا المحتاجة والمستورة، وحملة ساهم بفرحتهم تبرع بحقيبة. ونفوق 43 ألف طير شمال الوطن نتيجة موجة الحر التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة. أخيرا نكون مع مهرجان فلسطين الدولي بنسخته لهذا العام بعد أن توقف العام الماضي بسبب العدوان الأخير على غزة. إذا ما هذه المحطات وأخرى من تبعها في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم؟ فاصل قصير ومنكون أكيد مع أبرز ما عن الصحف المحلية. يسعد صباحكم وين ما كنتم. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمسك يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمسك يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا.
يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم بتتابعونا في فلسطين هذا الصباح، وجولة في أبرز ما عنونت الصحف المحلية من صحيفة القدس. شهيد بنيران إسرائيلية قرب حاجز عوفر، وفشل إدخال أعلام إسرائيلية إلى الأقصى، ورصد 40 مليون دولار لاستكمال تهويد في حي الشرف بالقدس، ومستوطنون يتسهر يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس. هذا الخبر الأبرز طبعا ومرفق يعني مع هذا الخبر صورة لأفراد من الشرطة وقوات الجيش يغلقون مكان الذي حدث فيه يعني طعن، أو كما تزعم قوات الاحتلال، طعن الجندي الإسرائيلي، وجثمان الشهيد مسجى على الأرض. من حيث انتهيت منى، أبدأ الاحتلال يعدم شابا من قطنة بدم بارد بعد إصابته. جمعيات استيطانية تهدد بوضع اليد على 3 منازل في سلوان، والمستوطنون يواصلون العربدة. إذن يوم أمس قوات الاحتلال أقدمت على إعدام شاب بدم بارد بعد إصابته بجروح طفيفة بحجة طعنه مستوطنا داخل محطة الوقود دور قرب حاجز عوفر. وقالت مصادر إن الشهيد هو أنس منتصر طه، 26 عاما، من بلدة قطنة شمال القدس التي اقتحمتها قوات الاحتلال. وقالت مصادر إسرائيلية أن المستوطن أصيب بجراح طفيفة في كتفه، فيما سارع جنود الاحتلال إلى إطلاق النار على المنفذ. ويستدل من تضارب عناوين المواقع الإسرائيلية فور وقوع العملية أنه تم إعدام الشهيد بعد إصابته بجروح طفيفة. طبعا هذا فيما يتعلق بالشهيد. خبر آخر يتعلق بعائلة الدوابش. الطفل أحمد يستيقظ من غيبوبته ويسأل: احترقنا. إذن للمرة الأولى منذ الاعتداء الإرهابي على عائلة دوابشة في قرية دوما، استيقظ ظهر أمس الطفل أحمد من غيبوبته التي استمرت منذ حوالي 10 أيام. سأل عن والديه وعملية الحرق الإرهابية التي قام بها إرهابيون يهود. ويا أم أمس تبعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو يعني الذي استيقظ فيه أحمد وسأل عن عملية الحرق اللي طالته وطالت عائلته. من صحيفة القدس نقرأ أيضا: أسرى نفحة يعلقون إضرابهم لمدة 2 أسبوع، وقراق يقول أن مصلحة السجون استجابت لمطالبهم الأساسية. الفصائل الفلسطينية تحذر من انفجار شعبي في حال التأجيل، والأونر وفرص انتظام العام الدراسي بموعده ضئيلة. الطفل أحمد دوابشي يستيقظ من غيبوبته ويسأل جده: احترقنا. ومن أبرز عناوين صحيفة القدس أيضا لهذا اليوم: 24 مستوطنة تستنزف مياه سلكيت. بالعودة إلى الحياة الجديدة، الرئيس القيادة تسعى للوصول إلى السلام وتحقيقه. استقبل وفد حركة القوس الديمقراطي الشرقي في إسرائيل. تعليق الإضراب في نفحة 2، وتردي الوضع الصحي للأسير محمد علان. غرف طوارئ بدل المشافي داخل السجون لمعالجة المضربين. والمفتي إضراب الأسرى ورفضهم للتغذية القصرية هو موضوع مشروع. من صحيفة القدس نقرأ أيضا: مي جدار الفصل العنصري يحول الأحياء المقدسية إلى منطقة عشوائية، مؤسسة حقوق المواطن الإسرائيلية طبعا في رسالة وجهتها إلى حكومة نتنياهو بمناسبة مرور 10 أعوام على إقامة جدار الفصل العنصري. غنائم وزارة المالية الإسرائيلية تدعم عصابات المستوطنين. ونقلا عن موقع إخباري عبري، مروان البرغوثي: قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه إسرائيل. التشهير بنجل الرئيس يلغي قانونا في القضاء الأمريكي. إذا خسر فريق محاماة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية الذي خاض معركة رد الدعوى القضائية بالتشهير التي أقامها نجل الرئيس الفلسطيني المهندس ياسر عباس أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية التابعة لولاية العاصمة في واشنطن، قيمة أتعاب المحاماة التي بلغت 300 ألف دولار أمريكي، وفق ما أعلن عنه محامون على علاقات مجريات هذه القضية. وأعلن فريق محامي المهندس عباس الذي قاده مكتب محاماة ميليتي وأدلفسون أن قضاة المحكمة
قد ردوا طلب التعويض عن أتعاب المحاماة الذي طلب به المدعي عليهم الذين يمثلهم اسما وعينا. ومجلة فورين بوليسي والكاتب جوناثان شانرز في سابقة هي الأولى في تاريخ المحاكم الأمريكية أن محكمة الاستئناف الأمريكية قامت برد هذا الموضوع. وأخيرا من غزة، ارتفاع وفيات الرضع في غزة للمرة الأولى منذ نصف قرن بسبب الحصار وفق ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. بالعودة لصحيفة الأيام، ما يوى من أبرز ما عنونت لهذا اليوم: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 180 وإدارة السجون تتوعد بالتصعيد. شهيد برصاص الاحتلال بزعم طعنه مستوطنا غرب رام الله. والاحتلال ينقل الأسير علان إلى برازيليا بعد رفض سوروكا إطعامه قسريا. وغرف طوارئ بدل المشافي داخل السجون. ورفض أممي لقانون التغذية القسرية الذي اعتمدته طبعا إسرائيل في 30 تموز الماضي. نقرأ أيضا من صحيفة الأيام: اقتحام للأقصى ورفع أعلام إسرائيلية قرب بواباته ورصد 40 مليون دولار لمشاريع تهويد البلدة القديمة. هنا من الصفحات الداخلية في الحياة الجديدة. وفي المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، مستوطنون يرفعون الأعلام الإسرائيلية قرب باب الأقصى. إذن رفع مستوطنون أمس الأعلام الإسرائيلية وأدوا رقصات استفزازية بالقرب من المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة وسط توتر شديد يسود المنطقة وهتافات عنصرية تدعو لقتل وطرد العرب. قابلتها هتافات التكبير الاحتجاجية من المواطنين والمبعدين والمبعدات عن المسجد الأقصى المبارك. وكانت مشاهدين جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم دعت أنصارها لاقتحامات واسعة أمس المسجد الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته ردا على تعرض سائح يهودي للضرب على أيدي حراس الأقصى والمصلين قبل أيام لرفعه علم الاحتلال في الأقصى. وتواجد عدد كبير من المصلين في رحاب المسجد المبارك إلى جانب مئات الأطفال من المخيمات الصيفية وطلبت مجالس العلم وتصدوا بهتافات التكبير لجولات المستوطنين الاستفزازية في المسجد الأقصى. فيما يتعلق بأخبار المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، إدارة ريمون تفرض عقوبات قاسية على الأسرى. وسعت دائرة الإضراب تتسع لوقف الهجمة التي تشهدها أو التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى. وأخيرا، أسرى سجون الجنوب يعانون قساوة موجة الحر التي تجتاح المنطقة. بالعودة لصحيفة الأيام، إسرائيل اعتقال سويدي من أصل فلسطيني بتهمة العمل لدى حزب الله وشكوى من الكنائس ضد ناشط يهودي دعا إلى إحراق كنائس. وأخيرا من صحيفة الأيام، من الأولى مستوطنون يشعلون النيران في مئات الدنومات بأراضي بوريم. هنا من الصفحات الأخيرة وتحت عنوان: أزواج يحتفلون بعقد قرانهم عند أول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية. تحرير حماد، وهي أول مأذونة شرعية، استقبلت بابتسامة ووجه بشوش كلا من روان شومان وثائر شومان اللذين أتيا لعقد قرانهما عندها في محكمة رام الله الشرعية في مؤشر إضافي على تنامي دور المرأة في المجتمع الفلسطيني. تحرير: المأذونة ارتدت عباءة القضاء السوداء مزينة بالعلم الفلسطيني من جهة والكوفية من جهة أخرى، وهي أول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية، وقد تسلمت مهامها في 29 تموز الماضي الذي اعتبرته يوما مميزا في حياتها حين عقدت فيه أول قران. وتضيف: لا يوجد أي مانع شرعي أو قانوني يعيق هذا التعيين، العائق الوحيد هو اجتماعي لأن المجتمع ذكوري. تحرير: دققت في الأوراق الثبوتية للشابين وطبعا قامت بعقد القران في النهاية. وطبعا نتمنى التوفيق لتحرير في هذا العمل، ونتمنى أن نشوف نساء أخريات ينضمين إلى العمل في القضاء سواء كمأذونة شرعية أو كقاضية أو باقي المهام التي للأسف هي حكر على الرجال منذ فترة طويلة. يعني فلسطين قطعت شوط متقدم وسباق عن باقي الدول العربية تحديدا في موضوع القضاء الشرعي ووجود النساء الفلسطينيات في القضاء الشرعي سواء كقضاة شرعيات أو حتى يعني كمأذونات. طبعا لهون نوصل لختام هذه الجولة في الصحف المحلية. فاصل قصير مشاهدينا ونكون مع محطاتنا المنوعة. يسعد صباحكم. Thank you.
كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايل وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنياء على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة مشاهدينا من جديد في أولى فقرات فلسطين هذا الصباح نتحدث منا عن صندوق تطوير وإقراض البلديات. هذا الصندوق مشاهدينا أنشئ بقرار من مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارة وزير الحكم المحلي ويعتبر مؤسسة شبه حكومية. وفي هذه الفقرة نتعرف أكثر على هذا الصندوق ونوعية الخدمات التي يقدمها للمواطنين ودوره في التنمية والمساءلة المجتمعية. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد حازم القواسمي القائم بأعمال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك معنا في فلسطين هذا الصباح. يعني بداية إذا نتعرف أكثر على يعني برامج الصندوق وأبرز الأهداف. يسعد صباحكم في البداية وشكرا لتسليطكم الضوء على هذا الصندوق الذي يعني يعمل في البداية وفي النهاية من أجل مواطننا الفلسطيني. هناك عدة برامج في الصندوق، أهمها برنامج تطوير البلديات، وهناك برامج لها علاقة في العمل المشترك، تعزيز العمل المشترك بين المجالس المحلية والبلديات. هناك برامج أيضا لدعم مراكز وإحياء مراكز المدن التاريخية. هناك برامج أيضا لدعم المناطق المهمشة، برنامج جديد أيضا للعمل في مناطق جيم بتوجيهات من رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي،
وعندنا برنامج لإدارة النفايات الصلبة في غزة بقيمة 35 مليون دولار. نعم، طب لو أكثر تحدثنا عن دور هذا الصندوق في المشاركة والمساءلة المجتمعية، دور الشباب، دور المرأة ومساهمتهم في قطاع الحكم المحلي. نعم، الصندوق بداية يعمل مع البلديات، جميع البلديات، عندنا 137 بلدية في الضفة وقطاع غزة، 25 بلدية في قطاع غزة، و113 بلدية في الضفة الغربية. يعني كل البلديات الموجودة كل يعني تتعاملوا معها. بالإضافة لعدد جيد من المجالس القروية والمجالس خدمات مشتركة. بداية 2016 هناك برنامج أيضا مع وزارة الحكم المحلي للعمل مع عديد من المجالس المحلية القروية والمجالس الخدمات المشتركة. في موضوع التخطيط على سبيل المثال، نعمل مع البلديات ونساعدهم في بناء قدراتهم في التخطيط، ونشترط أيضا أن يشارك الشباب وتشارك المرأة وكافة فئات المجتمع في التخطيط لهذا المجتمع وهذه البلدية. مهم أن تضع البلدية مع مجتمعها المحلي بطريقة تشاركية شفافة، وضع الأولويات، وضع المشاريع التي تحتاجها كل بلدة من البلدات، ومن ثم يتم تتويج هذه المشاركة في خطة استراتيجية. اليوم جميع البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة لديها خطة استراتيجية يشارك فيها مجتمعها المحلي وكل الفئات، شباب، امرأة، قطاع خاص، أكاديميين، مهنيين، مؤسسات حكومية من ممثليها. فهذه الخطة تكون نتاج هذا المجتمع وتضع جميع المشاريع التي تحتاجها والأولويات بالطبع للأربع سنوات للدورة الانتخابية لمجلس البلدي. هل في برامج معينة بتركز عليها بيركز عليها الصندوق في دعمها للبلديات والمجالس المحلية، أم أنه كل المشاريع ممكن يكون يعني قابلة للدعم وللتمويل؟ يعني نحن لا نضع شروطا بل نضع معايير. البلدية هي من تحدد المشاريع التي تحتاجها والمجتمع المحلي بالتشارك كما ذكرت، ثم يتقدم بهذا المشروع. عندنا نافذة في برنامج تطوير البلديات للبنى التحتية، كل مشاريع البنى التحتية اللي بتأخذ تقريبا 70% من تمويل الصندوق قابل للبحث والموافقة في صندوق البلديات، بالإضافة لنافذة أيضا لرزم بناء القدرات. يعني احنا بنساعد البلديات في أنه تنفيذ مشاريع بنى تحتية، وأيضا نساعد البلدية كبلدية لتمتينها، بنائها المؤسسي، تدريب كادرها، إنشاء أنظمة إلكترونية حديثة حتى تصبح البلدية بلدية قوية تستطيع أن تقدم الخدمات لمواطنيها. قلت في المقدمة أنه يرأس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات وزير الحكم المحلي، وبالتالي أسألك عن طبيعة العلاقة ما بين هذا الصندوق ووزارة الحكم المحلي ووضع الخطط والاستراتيجيات في تقديم خدمات معينة للبلديات ومجالس الحكم المحلية والمجالس المشتركة حسب أولويات معينة وحسب ربما ما تراه وتخططه وزارة الحكم المحلي. صحيح أخت مي، صندوق البلديات لا يعمل بفراغ، يعمل بتوجيهات من وزارة الحكم المحلي برئاسة وزير الحكم المحلي وأيضا رئاسة الوزراء كحكومة. نحن نترجم السياسات والقوانين والتشريعات التي تضعها الحكومة إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، نعطيها للبلديات، نمولها للبلديات ومجالس المحلية والخدمات المشتركة. هذه البرامج والسياسات مثلا في موضوع اللامركزية، موضوع الدمج والتعاون المشترك، تطوير الخدمات، وكافة يعني الاستثمارات في مجال التنمية المحلية، يقوم الصندوق بالعمل مع وزارة الحكم المحلي يدا بيد بتنسيق شبه يومي، لأنه أهم وزارة هي وزارة الحكم المحلي للصندوق، بالإضافة لوزارات أخرى، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة إذا بدنا ننشئ صف إضافي، بدنا موافقة وزارة التربية. إذا بننشئ قسم جديد في عيادة معينة في إحدى البلدات لازم موافقة وزارة الصحة، سلطة المياه إلى آخره. فنعمل مع جميع المؤسسات ولكن بقيادة وزارة الحكم المحلي، وأيضا مع اتحاد البلديات، مع الدول المانحة، مع كافة الأطراف التي لها علاقة في البنى التحتية في فلسطين، بالإضافة بالطبع مع المجتمعات نفسها التي تشارك في صيغة أدرى باحتياجاتها. يعني أكيد. بالتأكيد. يعني لما نتحدث عن المشاريع اللي تقدم للبلديات من ضمن يعني برامجكم، أبرز هذه المشاريع يعني اللي عم بتم التركيز عليها واللي عم يعني تتطابق مع المعايير اللي تحطوها؟
يعني كلنا نعرف انه البلد شوارعها مكسره، ويعني حاجه البلد للشوارع عندنا حاجات كبيره في الشوارع. ورثنا نحن ارث ثقيل من احتلال بشوارع مهدمه، شوارع في المدن وايضا شوارع زراعيه الى اخره، ولكن ايضا في مجال المي كهرباء يعني اداره الفاق الصنبي كل المشاريع البنى التحتيه بلا استثناء، ولكن لا شك بانه الشوارع والطرق يستحوذوا على القسم الأكبر من تمويلنا. بدأنا جديدا في برنامج جديد، لأنه نحن كمان في مشاريع الطاقة الشمسية كمشاريع ريادية مع عدد من البلديات، نساعدهم وندعمهم أنه يفكروا في مشاريع خلاقة زي مشاريع الطاقة الشمسية. اليوم تقدر تجيب عمود كهرباء من الصين أو من أوروبا بدون لا أسلاك ولا شيء، وتحطي جبنة لو جب مثلا 100 عمود ينيروا منطقة كاملة بدون كل البنى، بدون حفر. يعني بتساعد في هذا الموضوع. وأيضا هناك يعني مشاريع لها علاقة في الدمج، مشاريع لها علاقة في الخدمات الإلكترونية أيضا. نعم. طب لو تحدثنا عن دوركم في مساعدة البلديات، تحدثتوا عن جانب الطرق، ولكن يعني البلديات عندها احتياجات متنوعة مختلفة كثيرة، من بنى تحتية، من صرف صحي، من مياه، كهرباء، إنارة شوارع، إلى موضوع صحيح الطرق. وبالتالي أسألك يعني كيف بتم تحديد الأولويات، وهذه المنطقة بدنا نبلش معها وهذه المنطقة ننتقل إليها، حسب أي استراتيجية بتتبعوها في هذا الموضوع؟ يعني إحنا زي ما حكيت في البداية نعمل مع جميع البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد من المجالس القروية خاصة في العمل المشترك. يعني برنامجين يشجعوا العمل المشترك، برنامج ممول دنماركيا بحدود 8 ملايين دولار، وفي عندنا برنامج ممول بلجيكيا بحدود 15 مليون دولار. هذول نشتغل على تجمعات معينة مع مجالس قروية في الشمال في الجنوب، بحدود 13 تجمع في الضفة وغزة. صندوق البلديات يعمل مع هذه التجمعات، مع البلديات كلها، بهدف تحسين الخدمة في النهاية وتحسين البنى التحتية. المواطن لازم يلمس يعني النتائج في النهاية، لأنه هو من يجب تحسين حياته اليومية. صحيح. قلنا نحن أنه التنمية لم يعمل على التنمية في السابق كما هو المطلوب. اليوم البلديات بدأت تتحمل مسؤولياتها في موضوع التنمية الاقتصادية تحديدا، وفي عندنا برنامج ممول من الحكومة الهولندية وأيضا من الحكومة الفرنسية، البلجيكيين دخلوا على الخط، عم نساعد انه البلديه تتحمل مسؤوليتها في موضوع التنميه الاقتصاديه، يعني في خلق وظائف عمل، في جلب الاستثمارات، تقليل الفقر. انا لما بنتخب رئيس بلديه لمده 4 سنين مع مجلس بلدي، بتوقع انه ليس فقط البلديه مسؤوليتها انه تزفت الشارع او تحسن المي، على اهميه الكهرباء، الصحه، على اهميه البنى التحتيه، ولكن يوجد دور اكبر ولا يقل اهميه، وهو موضوع التنمية وتحديدا التنمية الاقتصادية، لأنه مهم أنه حياة المواطن مع المجلس البلدي الجديد يلمس أنه في ال4 سنوات في تحسن ويعني يلمسها على الأرض ليس فقط الشعارات. في الفترة الأخيرة عم نشوف تركيز من كل البلديات وهيئات الحكومة المحلية على يعني دمج النساء، المشاركة النسوية والشباب أكثر في يعني عمل الهيئات المحلية. صحيح. والبلديات، دوركم أيضا في الصندوق في دعم هذه التوجهات. كما ذكرنا نحن نشترط أن في أي عملية تخطيط أن يكون للشباب وللنساء أيضا مؤسسات شبابية، مؤسسات نسوية بصمتهم الواضحة. يعني نحن نبعث مندوبيننا من الصندوق يشارك في ورشات العمل، يسجل حضور من شارك من لم يشارك. لما نقول شباب من كافة يعني فئات الشباب، ولما نقول نساء من كافة فئات النساء، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المكونة لذلك المجتمع. عندنا إجراء مفصل مهني لأبعد الحدود، لا يقل عن إجراءات المتابعة في أوروبا وفي الدول المتقدمة، في كيفية مشاركة المجتمع في صياغة مشاريعه وأولوياته. بالزمانات كان يجي رئيس البلدية يطلب من الحكومة بدي أنهى المشروع، شارع هون إلى آخره، بدون مشاركة مجتمعية من الشباب والمرأة وكافة. اليوم بتطلع روحه رئيس البلدية والمجلس البلدي عبين ما يمشي في بروسس مهني واضح وشفاف، حتى نقول انه هذه الخطه نتجت عن ذلك المجتمع، ويتحمل المجتمع مسؤوليته بشبابه ونساء واكاديميه ومسؤوليه، انه هذه الخطه هي لمده 4 سنوات وخطه استراتيجيه. نعم. اكثر ل8 سنوات. هذه الخطه تكون هي المسار، ويشترط في تقديم المشاريع لصندوق البلديات ان يكون المشروع من هذه الخطه اللي وضعها المجتمع المحلي. يعني ما بيجي رئيس البلديه بيقول بدي انا مشروع على خاطري، لا، يشترط في المشروع الذي يقدم لصندوق البلديات
أن يكون من تلك الخطة التي وضعها المجتمع المحلي. إلى أي مدى نستطيع أن نقول في هناك اهتمام من قبل المانحين والدول المانحة والمجتمع الدولي في العمل معكم في صندوق تطوير البلديات وفي القيام بمثل هذه الأنشطة؟ ولأي مدى هناك وعودات لسنوات معينة لاستمرارية هذا الدعم؟ شو اختلف عن السنوات السابقة وشو توجهاتهم الجديدة في هذا الموضوع؟ سؤال مهم بالطبع. نحن بدون تمويل الدول المانحة ودعم من السلطة الوطنية الفلسطينية لا نستطيع أن نسير يوم واحد. أن تمويل يعني تمويل لبرنامج تطوير البلديات فقط برنامج واحد عندنا 128 مليون، نتعامل بمئات الملايين، والسلطة تضع كل يعني 10% من التمويل الذي يأتينا من الدول المانحة. إذا جاءنا 100 مليون تضع السلطة مقابل 10 مليون 10%. وأيضا هناك تمويل إضافي من وزارة الحكم المحلي لتشجيع الصندوق أيضا من ميزانية السلطة المحلية، من ميزانية وزارة الحكم المحلي. التمويل يأتي بسبب مصداقية الصندوق وأيضا دعم وزارة الحكم المحلي والسلطة الوطنية. هذا الصندوق يعمل منذ 10 سنين بشكل مهني كما قلت، لا يقل عن مؤسسات تمويلية وبنوك للبلديات في الدول المتقدمة. كل عام نطور من أدائنا ونطور من معايير شفافيتنا ونزاهتنا. هناك مسائلة، هناك مدقق داخلي ومدقق المدقق ومدقق خارجي ومدقق يعني وفود من كل الدول المانحة، لأنه يعني بتعبونا. بقول لك هذه المصاري من دافعي الضرائب الأوروبية ودافعي الضرائب حملينا جميلة، يعني بتابعوا كل يورو وكل دولار وين بنصرف. لازم يشوفوا الشارع ونصورهم وينزلوا زيارات ميدانية يستكشفوا. الحمد لله نحن نعتبر من المؤسسات التي لها مصداقية عالية لدى السلطة الوطنية أولا، ونفتخر بذلك، وما ثم لدى الدول المانحة. هناك تمويل على الأقل لثلاث سنوات يعني مضمون بشكل جيد، ولكن البنية التحتية وحاجة مجتمعنا لتطويرها سواء في الشوارع أو في كل ما ذكر حاجات ضخمة. أحيانا من قلة التمويل مزفت جزء من الشارع، أو معناش للرصيف أو معناش للإنارة أو للنفايات. فبالتالي راح يكون في جهد أكبر لجلب التمويل، لأنه من حق شعبنا أنه يعيش في بيئة نظيفة، بيئة في بنى تحتية يعني متقدمة. هذا أبسط مقومات الحياة وحياة مقومات الصمود. شكرا لك سيد حازم القواسمي، القائم بأعمال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات، ويسعد صباحك. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، أكيد مشوارنا مستمر معكم في فلسطين هذا الصباح. نتوقف مع فاصل وأكيد منتابع فقرتنا لهذا اليوم الاثنين. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. يا مسافة حلوة سمعونا مسافة حلوة. وقفنا لك يا ديرتنا بعزتنا وعروبتنا، أرض القدس نادتنا وصوت أمي ناديني، فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم، والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا والله فلسطيني. سمعونا سافي الله الله
الله. فلسطيني وابن احرار جبيني بالسامة ومذوار على عهد الوفا يا دار عمره ما انحنى جبيني. انا دمي فلسطيني انا لهلي انا فيه والله انا دمي فلسطيني 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 انا دمي فلسطيني. بعزتنا وعروبتنا أرض القدس نادتنا وصوت أمي ناديني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني أنا لأهلي أنا فديه والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني سعد صباحكم مشاهدينا وما كنتوا بتتابعونا. فلسطين هذا الصباح متواصل معكم مباشرة من غزة وزميلتنا خولة الخالدي والحديث عن تقارير الميزان أمام لجنة خاصة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. صباح الخير لخولة. صباح الخير خولة. صباح الخير لإلك مايو، صباح الخير لإلك منى ولكل زملائنا المتواجدين باستوديوهاتنا برام الله. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. طبعا بالتأكيد الانتهاكات الإسرائيلية التي قامت بها قوات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني من أطفال شيوخ نساء وحتى الرجال قامت بتوثيقها عدة جهات مختصة في قطاع غزة وأيضا جهات دولية، وأيضا حدث قريبا في اليومين الماضيين توثيق شهادات رسمية لشهود عيان ولمؤسسات رسمية حول هذه الانتهاكات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وأهميته يسعدني أن أرحب معي بالأستوديو بالأستاذ سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان. يسعد صباحك. أكيد يسعد صباحك صباح المشاهدين جميعا. في البداية نحن نتحدث عن لجنة من الأمم المتحدة خاصة بموضوع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في فلسطين. أبرز هذه الشهادات التي تم تقديمها لهذه المؤسسة لهذه الهيئة. يعني هذا فعل سنوي تقوم به منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتقديم شهادات أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا في كل عام نركز حسب يعني الواقع على الأرض وأبرز التطورات التي شهدتها الفترة ما بين اجتماعي اللجنة. طبعا هذه اللجنة تقوم بإعداد تقرير يرفع الأمين العام وينشر ويصبح جزء من وثائق الأمم المتحدة الرسمية. في هذا العام لا يستطيع أحد في معرض تقديم شهادة حول مجريات الأحداث وتطورات حالة حقوق الإنسان ما بين اجتماعي اللجنة، لأنه الاجتماع الماضي كان أيضا في شهر كان في شهر 7/2014 إلا ولا يستطيع أحد أن يتجاهل العدوان. صحيح. بالنظر لآثاره الكارثية وحجم الانتهاكات الكبير الذي ارتكب أنا أعتقد أنه غير مسبوق لا في القسوة ولا في الدموية ولا حتى في أعداد الضحايا، فكان العدوان بكل تفاصيله سواء السياق كيف بدأت سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية ومن ثم انتقلنا إلى العدوان المفتوح على قطاع غزة. صحيح. التكتيكات التي استخدمت خلال العمليات العسكرية اليومية سواء قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، استهداف
البنايات السكنية بشكل متعمد دون ضرورة ودون احترام أي من معايير وقواعد القانون الدولي ولا سيما التمييز والتناسب، استهداف المستشفيات، دور العبادة، المدارس ولا سيما مراكز الإيواء، المدارس صحيح. التي تحولت إلى مراكز إيواء، واستعراض طبعا أعداد الضحايا. وأي مراقب، أي متابع، أي شخص يرى حصيلة العدوان الإسرائيلي يلفت النظر مباشرة العدد الكبير للضحايا من الأطفال. نحن نتحدث عن 556 طفل قتلوا على أيدي قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير، وعن 299 سيدة، يعني رقم غير مسبوق. وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك تعمد بإيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى، تعمد باستهداف المدنيين. يعني لا يمكن التذرع بأن كل هؤلاء المدنيين وخاصة الأطفال والنساء الذين يعني لا يمكن التشكيك في أنهم لا يشاركون في أعمال القتال، أنهم مدنيون لا يمكن التشكيك في هذا، نرى هذا العدد الكبير. هذا يشير بوضوح إلى أن قوات الاحتلال تعمدت أولا إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، صحيح. تحللت بشكل واضح من أي التزام بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه كل ما ارتكبته خلال عدوان يمثل جرائم حرب واضحة. حتى كل التبريرات التي كانت تحاول أن تسوقها في معرض قصف منزل هنا أو هناك بأن هناك مطلوبا ويسقط العشرات. سنكمل حوارنا في فلسطين هذا الصباح، ولكن هذا تقرير أعد لنا الزميل سمير خليفة حول الانتهاكات الإسرائيلية التي قامت بها قوات الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة. لنتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا. حرب إسرائيلية على غزة التي استمرت لواحد وخمسين يوما وقتلت خلالها إسرائيل أكثر من 2250 شهيدا ودمرت عشرات آلاف المنازل. تسعى إسرائيل لقلب حقائقها بتقرير أصدرته يدين الفلسطينيين ويضعها موضع الضحية. باستباق تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي من المتوقع أن يتهم إسرائيل بارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة. قطع الطريق، هذا هو المقصود بالتحقيق الإسرائيلي، قطع الطريق على لجنة التحقيق الدولية، لأنه وفقا للقانون إذا ما حققت الدولة الوطنية ودققت بهذا الموضوع وخلصت إلى استنتاجات معينة، هذا يعفي لجنة التحقيق الدولية من ممارسة دورها. التقرير الإسرائيلي الذي لم يوجه أصابع الاتهام للجيش الإسرائيلي تغاضى عن آلاف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على تجمعات السكانية وهدم المنازل فوق ساكنيها وقتل مئات الأطفال، بل تعدى ذلك بدعوة إسرائيل لعشرة جنرالات أوروبية وفق ما نشرته صحيفة دعوة أحرنوت العبرية، ليزعموا بأن إسرائيل التزمت بمعايير دولية وقانونية خلال الحرب على غزة. واضح أن إسرائيل يعني لديها القدرة على تحشيد العالم فيما يخص بعض القضايا التي مرتبطة بالقضاء أو بالترويج لموضوع أنها لم ترتكب جرائم حرب بقطاع غزة، هي تعمل على ذلك. ولكن هذا كله أنا أعتقد أنه لا يعني شيء، لأنه قتل 400 طفل في شهرين فقط في قطاع غزة هذا بحد ذاته هو جريمة حرب. إذن هو الهروب إلى الأمام في محاولة إسرائيلية للتحايل على القانون الدولي تفاديا لمواجهة محكمة الجنايات الدولية والعزلة التي تعيشها إسرائيل إبان تأكيد المنظمات الدولية بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل. مثل هذا التقرير يأتي للمحاولة لوضع كل الذرائع والأسانيد القانونية التي يمكن أن تدحض أو تؤثر سلبا على هذا التوجه القانوني السياسي الفلسطيني. خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، هذا ما تفعله إسرائيل بخطوتها الاستباقية وإصدارها تقرير يدين الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فهي تدرك تماما أن كافة التقارير الأممية تؤكد أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في قتل المدنيين في حربها الأخيرة على غزة. سمير خليفة، تلفزيون فلسطين، غزة. طبعا عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير، وأعود وأرحب مجددا بضيفي بالاستوديو الأستاذ سمير زقوتي. سعد صباحك من جديد. برأيك هل ما زالت إسرائيل قادرة
على كسب ثقة العالم الغربي والعربي، وأيضا تغيير لغة الخطاب الإعلامي يمكن أن يغير من ثقة العالم بإسرائيل، خاصة وأن هناك شهادات فلسطينية، شهادات حية وموثقة من قبل مراكز فلسطينية لحقوق الإنسان وأيضا مراكز دولية؟ يعني أنا أعتقد أنه دولة الاحتلال سعت جاهدة خلال الفترة الماضية على يعني محاولة إظهار نفسها كمن أوفى بالتزاماته بموجب القانون الدولي، أنه عندما يثور شك أن هناك جرائم حرب ارتكبت، أن هناك انتهاكات جسيمة، أن الدولة عليها واجب أن تجري تحقيقا وما إلى ذلك. ولكن حتى لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان كان لها رأيا واضح في أن ما قامت به إسرائيل لا يرقى المعايير المطلوبة، وهي كمن يقتل وبعد ذلك هو من يحقق، أو بمعنى آخر أن المجرم هو الذي يحقق في الجريمة، وبالتالي لا يمكن أن يدين نفسه. هذا أصبح ثابتا، ونحن كمنظمات حقوق إنسان فلسطينية لدينا تجارب كبيرة في اختبار القضاء ونظام العدالة داخل دولة الاحتلال، ونحن نضع العالم دائما، كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، منظمات الأمم المتحدة، حتى بما في ذلك الساسة في دول أوروبا الغربية، صحيح، أمام تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالقضايا التي نتقدم بها أو نرفعها أو نحاول من خلالها أن نؤكد ما نقول، أن النظام القضائي داخل دولة الاحتلال هو نظام عنصري، نظام متواطئ، هو جزء من المحتل وهو يشرع جرائم الحرب ويحمي ويحصن المجرمين. وبالتالي حتى في العدوان الأخير هناك عشرات القضايا التي أو الشكاوى التي رفعناها كمنظمات حقوق إنسان وأغلقت، صحيح، دون قدرة سلطات الاحتلال على تبرير هذا الإغلاق بما يقنع طفل. وبالتالي بدأ واضحا للعالم إنه دولة الاحتلال لا تفي بالتزاماتها، لأنه في القانون الدولي إذا الدولة أجرت تحقيقا وكشفت عن مرتكبي جرائم وعاقبت وحاسبت يسقط أي عمل له علاقة بالملاحقة الدولية، لأنه في القانون وفي العدالة بشكل عام أسس العدالة أن لا يحاكم المجرم مرتين بالضبط. وبالتالي إذا الدولة قامت بهذا ينتفي أي فرصة للذهاب إلى محاكم دولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية. وأنا أعتقد أنه ما قمنا فيه من جهد خلال العدوان، نحن وصلنا العمل، نحن وزملائنا في منظمة حقوق الإنسان ولأول مرة نعمل بشكل مشترك، أنا أعتقد أنه ما قمنا في التواصل مع لجنة التحقيق الدولية، قدمنا كل المعلومات من اللحظة الأولى، لأنه اللجنة لم تتمكن من القدوم إلى قطاع غزة بسبب رفض دولة الاحتلال التعامل معها أو تسهيل مهمتها. أنا أعتقد أنه كان له أثر واضح في التقرير، يعني اللجنة كما تعلمين لم تأتي إلى هنا، صحيح، وبالتالي كل معلوماتها الأولية والنهائية بما في ذلك مقابلة الشهود كانت من خلال منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. طبعا. أعتقد أنه أيضا القادم من الأيام سيشهد التقدم بأكثر من تقرير تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية. طيب. هذه الخطوة من تقديم الشهادات المستمرة والإدلاء بشهادات مراكز حقوق الإنسان وشهود العيان وحتى الإعلاميين في بعض الأحيان، وأيضا استمرارية هذا العمل في تكوين صورة حقيقية حول مجريات ما حدث في الحرب الأخيرة وما سبقها أيضا من انتهاكات إسرائيلية على أرض الواقع، وهل فعلا ستحقق هذه الخطوة خطوة دولية يمكن من خلالها محاكمة إسرائيل؟ شوفي، نحن كنشطاء حقوق إنسان لدينا إيمان قاطع بأن كل جهد وكل عمل نقوم فيه له أثر في المستقبل. فنحن نؤمن بموضوع التراكم، أنه أي لجنة تحقيق، أي أداة أو آلية من آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية نتعامل معها ونبدي اهتماما كاملا وكأنها ستحرر فلسطين وتعاقب الإسرائيليين، على الرغم من أنه هذا يعني كله وهم، لأنه الموضوع مرتبط بالسياسة وليس فقط موضوع قانوني حقوقي. لذلك نحن نعتقد أنه كل تقرير يصدر، كل تقرير يرفع للأمين العام، كل تقرير يوثق، كل قضية ترفع أمام محكمة، هذا يشكل إرثا سيخدم قضية العدالة في فلسطين إذا ما أصبح هناك متغير دولي في السياسة الدولية يتيح لنا محاكمة الإسرائيليين. هذا أسهل مهمة ستكون. لكن الموضوع حقوق الإنسان ليس موضوعا قانونيا فقط، نحن نقوم بدورنا، نحن في فلسطين ربما
أكثر خبراء في العالم في مجال الرصد والتوثيق في فلسطين. لا أحد لديه تجربتنا، لا أحد لديه معرفتنا في هذا السياق. على مدار سنوات نحن نواجه مثل هذا الانتهاك. بالضبط، لكن المشكلة عندما نأتي إلى مجلس حقوق الإنسان، هو يمثل دول، الأعضاء أعضاء مجلس حقوق الإنسان يمثلون دول. صحيح. وفي العلاقات الدولية بين الدول السياسة، المصالح السياسية والاقتصادية هي الحاكمة، ليس القيم. يعني لا يعني أي دولة في العالم تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان ممثل هذه الدولة لا يعني حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين بقدر ما تعني مصالح دولته السياسية والاقتصادية. فطالما نحن كفلسطينيين أولا وكعرب وكمسلمين وحتى أصدقائنا من أمريكا اللاتينية وغيرها لم نجيد التعامل بلعبة المصالح في السياسة، سيبقى منقوصا، ولا أعتقد أنه أحد سيجرؤ على أن يلاحق إسرائيل أو أن يحاكم إسرائيل على الأقل من المحاكم الوطنية. هذا إذا كنا نتحدث عن جريمة أو اثنتين أو جرائم يمكن حصدها أو عدها، ولكن جرائم قوات الاحتلال هي ممتدة منذ عام 48 وحتى الآن هي لا تعد ولا تحصى رغم توثيقها ورغم الشهادات التي تم تقديمها. هل برأيك بأن هناك سيكون مرحلة مفصلية خاصة بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية؟ أنا أعتقد أنه انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ومواصلة العمل في هذا السياق سيكون له أثار رائعة بالنسبة لنا كفلسطينيين، وسيشكل مصدر قلق ويخيف ليس فقط دولة الاحتلال بل وحتى المتحالفين ومن يغطون ومن يساندون دولة الاحتلال، لأنه ليس من السهل اليوم ونحن في القرن 21 أن تصدر إدانة من محكمة الجنايات الدولية وأن تتعامل الدول معها بشكل طبيعي. ليس من السهل أن تصدر مذكرة توقيف بحق أي مسؤول في العالم ويتجاهلها العالم، لا يجوز. وأنا أعتقد أن محكمة الجنايات الدولية وأيضا المجتمع الدولي كله على المحك. إذا أولا في كيفية النظر في موضوع فلسطين في المحكمة، إذا تباطأت أو تجاهلت أو تغاضت لديها مشكلة حقيقية لن يبقى أحد عضوا في هذه المحكمة، لأنه منذ أسست وإلى اليوم هي تحاكم أفارقة سود. محكمة السود أول قضية بيض هي قضيتنا ستكون نحن ودولة الاحتلال، وبالتالي هي على المحك في هذا، أيضا على المحك في النتائج. لا يجوز يعني محكمة العدل الدولية برأيها الاستشاري حول موضوع الجدار كان رأيا رائعا، وهناك توصيات واضحة لها علاقة بمحاصرة إسرائيل وما إلى ذلك، ولم يلتزم أحد. فلا يجوز هذا التجاهل، وأنا أعتقد أنه اللاعب الدور الفلسطيني هو دور مؤثر ومهم في هذا السياق. العالم طوال الفترات السابقة وخاصة أوروبا الغربية كانوا يأخذون مواقف نحن نراها منحازة وضد حقوق الإنسان والديمقراطية في فلسطين تحت شعار أعطوا السلام فرصة، ونحن سمحنا بهذا كفلسطينيين على مدى الفترة الطويلة عشرات السنوات، ونحن نقول عملية سلام وتعثر عملية سلام، وبالتالي الدول تحت شعار أعطوا السلام فرصة لا تستطيع أو لا تريد أن تصوت على قرارات تدين إسرائيل أو تعاقب إسرائيل حتى لا تغضب إسرائيل وتوقف عملية السلام. نحن نتمنى طبعا بأنه بعد هذه الشهادات التي تم تقديمها أنه يكون هناك فعلا أمر واقع يتم تحقيقه من خلال لمحاكمة إسرائيل على انتهاكاتها وما قدمته من الانتهاكات للشعب الفلسطيني كافة وليس فقط في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر على جهودكم في مركز الميزان حقوق الإنسان وكافة المراكز الحقوقية، الأستاذ سمير زقوت، يسعد صباحك أكيد. شكرا. وطبعا بهيك مشاهدينا الكرام بكون وصلنا لختام فقرتنا من فلسطين هذا الصباح باستديوهاتنا من قطاع غزة. هذه عودة لاستديوهاتنا برام الله، زميلتي منى ومي، يسعد صباحكم من جديد. يسعد صباحك يا خولة وصباح ضيوفك وصباحكم مشاهدينا وما كنتوا بتتابعونا متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح. إلى قاتل آخر، لو تركت الجنين 30 يوما إذا لتغيرت الاحتمالات، لو تركت الجنين 30 يوما إذا لتغيرت الاحتمالات. قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم، وقد يقعان معا في شباك الغرام، وقد ينجبان ابنة
وتكون يهودية بالولادة. ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة، فماذا فعلت بأسرتك الشاردة؟ وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة؟ الشهيدة بنت الشهيدة، بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة، كنة أم الشهيدة، حفيدة جد شهيد، وجارة عم الشهيد، إلى آخره إلى آخره. ولا شيء يحدث في العالم المتمدن، فالزمن البربري انتهى، والضحية مجهولة الاسم عادية.